في موضوع آخر، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على قانون جديد يفرض غرامات على منتهكي قانون السير في داخل المدن. هذا ويحدد القانون مقدار السرعة داخل المناطق السكنية بـ50 كيلومترا في الساعة، هذا خلال النهار، بينما لا تزيد السرعة عن 60 كيلومترا في الساعة أثناء الفترات الليلية. مصالح الطرق الأوكرانية تؤكد على فعالية أي قانون من شأنه تخفيف السرعة حتى ولو كان ذلك بمقدار 10 كيلومترات في الساعة، كما شددت على أن مثل هذه القوانين معمول بها في مختلف المدن الأوروبية الأخرى.